لتدميرها بأساليب شتى. الفتنة الطائفية كان لمخابراتكم ضلع كبير جدا فيها. نحن فجرنا عسكريين. أي عسكريين؟ نعم نعم. مخابراتكم هي التي فجرت العسكريين. لم يساوم على بلده ولم يساوم على عقيدته، على الرغم من المغريات التي حصلت وإمكانه أن يتبوأ منصبا دنيويا ويسكت عن الحق، ولكن شاء الله له أن يرحل وهو على الحق ثابت.